حضر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف مراسم تأدية القسم لرئيس وأعضاء أمانة العاصمة، وذلك في الجلسة الأولى للمجالس البلدية. وأعرب الوزير في كلمة له بهذه المناسبة عن تهانيه وتبريكاته على الثقة الملكية السامية التي حظي بها رئيس وأعضاء أمانة العاصمة بتعيينهم وفقا للمرسوم الملكي الصادر من لدن جلالة الملك المفدى بتشكيل مجلس أمانة العاصمة. وقد أكد الوزير بهذه المناسبة أن تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة يعكس الحرص والارتقاء بالمستوى الخدمي في المملكة بشكل عام والعاصمة بشكل خاص، لما تتمتع به من خصوصية باعتبارها الواجهة الحضارية للبلد، مما يجعلها في مصاف عواصم الدول المتقدمة. من جهته أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة سعادة المهندس صالح طاهر طرادة أن المجلس سيخطو خطوات ثابتة نحو الاستمرار في المزيد من المشاريع التنموية التي من شأنها النهوض بمسيرة العمل البلدي في أمانة العاصمة، واستكمال قرارات المجلس السابق نحو اتخاذ قرارات أو مشروعات جديدة والبحث في ملفات عديدة بطريقة علمية واستراتيجية متطورة. الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس لمجلس أمانة العاصمة، تقدمت بالتهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة على نيلهم الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء في مجلس أمانة العاصمة، وأكدت إلى الأخوة والأخوات أعضاء المجلس على التعاون واستعداد الوزارة التام واللامحدود للتعاون والتنسيق بين المجلس والجهاز التنفيذي في شؤون البلديات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتقديم الخدمات وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في العاصمة المنعمة. نحن نتطلع إلى مرحلة جديدة ومرحلة متقدمة نضيف إلى ما تم تقديمه وما تم إنجازه. الجلسة اليوم هي جلسة أداء القسم، وهي مهمة بالنسبة إلى المجلس، خاصة على أساس رسميا أنت تقدر تبدأ أعمالك الرسمية بمباشرة أعمال مجلس أمانة العاصمة، تحتاج حق جلسة أداء القسم، وإحنا محظوظين أن العملية تمت بسهالة وتيسرت الأمور والكل متواجد والكل يعني أدى القسم اليوم أمام سعادة الوزير. أتقدم بخالص الامتنان وعظيم الامتنان والشكر على نيلي للثقة الملكية السامية لعضوية مجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد هذا. حقيقة هذه مسؤولية وطنية كبيرة أن نتولى مهام عضوية مجلس أمانة العاصمة لنواصل العطاء وبذل المزيد وإيجاد المشاريع التنموية التي تتناسب مع العاصمة، عاصمة مملكتنا الحبيبة.